انت فين بقى يا عم عيسى؟ معلش سامحني بقى، عارف من يوم ما حكيت الاسم ده بيضايقك، بس غصب عني والله لساني اتعود عليه. براحتك، انا حاسس اساسا ان الاسمين مش يخصوني، استغربهم. قول اللي انت عايزه. طب وبعدين هتفضل في الحاله اللي انت فيها دي تلف حوالين نفسك كتير؟ ما على يدك اهو، كل لما احاول ابعد يحصل في الامور امور. ما بلاش تقول لنا الكلام ده، اخوك برضه لافف وفاهم. لو عايز تضحك على نفسك انت حر، نفضينا سيره ما نتكلمش في الموضوع ده. بس لو عايز الحق، مفيش حاجه بتحصل الا لو صاحبها عايزها تحصل. فاهم الكلام؟ سيب كنز عايز. لا سيب كنز ايه؟ البنت مستجدعه معايا قوي. قلتها لك قبل كده وبقولها لك تاني، انت مش خلصان، والمشاوير اللي انت ماشي فيها دي مشاوير ملهاش لازمه. ما تشحططش البنت معاك. بحبها يا ريس. شيرين ايه؟ مش عارف. بس انا اعرف كنزه دي هي الخشبه اللي انت واقف عليها وسنداك، وشيرين هي القشه اللي نفسك رعدها. وانت بقى لو عايز تنط في الغويط هتغرق بالخشبه والقشه مش هتسندك. لو عايزني اختار لك هقول لك بلاش تنط في الميه عشان ما تخسرش الخشبه وتغرق مع القشايه، بس للاسف مفيش حد بيختار لحد. لو عايز نصيحتي بلاش تنط في الغريق، وبلاش تاخد البنت معاك، حرام عليك. انا بقول الكلام ده من غير ذواق، بقوله في وشك كده بصراحه، وانت حر. قلتها لك قبل كده وبقولها لك تاني، انت مش خلصان.